احنا كنا قدام اخوان مخادعون مش اخوان مسلمون، خدعونا في حاجات كتير جدا، خدوا الديمقراطية سلم وسيلة لمشروع هيمنة ما كانش المقصود بيه الحكم بس، ده مقصود بيه ابتلاع الدولة المصرية ومحاولة طمس هويتها. أنا أتذكر جدا التجربة بتاعت التيار الديمقراطي دي، كانت تجربة يعني تحالف مدني دعا للإخوان في انتخابات 2012، وكان شعارها من الميدان إلى البرلمان ويلا كلنا مع بعض. في أول الجلسات كان كلام واضح جدا على أنه الأحزاب الكرتونية اللي كانت موجودة في عصر مبارك ملهاش مكان في التحالف، ولما ابتدى يبقى الوفد موجود والعدل ومصير الأحرار بتاعه بنتكلم، وانه لازم يبقى فيه مساحة ولازم يبقى فيه توازن في البرلمان، وانه احنا مش هنسمح لكم بالنسبة الكبيرة اللي انتوا بتقولوها دي، كانت النتيجة ان هم في تاني اجتماع دعوا كل الأحزاب الكرتونية اللي كانوا بينتقدوها في أول جلسة، وده كان سبب ان احنا كلنا اعلنا رفضنا للتحالف ده وتركناه في وقتها. في لحظات تانية اتذكر في انتخابات الرئاسة في 2012 الكلام كان واضح جدا، احنا نازلين مش في دماغنا انتخابات رئاسة الجمهورية، احنا مهتمين بالبرلمان بس، وبعد اللي خدناه في البرلمان خلاص، وفي الاخر نفاجأ بترشيحهم مش لفرض الاثنين. ويمكن كان ترشيح دكتور محمد مرسي وخالد الشاطر صادم، لانه ده كان حتى من التيار اللي جوه القوى المدنية هو مرفوض بالكلية، يعني ده تيار احنا كنا دايما بنعرف توجهات الإخوان من حس الجلسات والاجتماعات ورأيهم ايه من طبيعة الناس اللي بعتنهم يشاركوا في الاجتماعات. فلما كان يتبعت لنا دكتور محمد مرسي او خيرت الشاطر او بعض العناصر من دي، كنا بنعرفين ان هم جايين مش حابين يوصلوا لأي نقطة، هم جايين بوظوا الموضوع. أتذكر مرة في الحكومة الإخوان المسلمين اللي كانت موجودة في عهد محمد مرسي، أنه حصل دعوة من رئيس مجلس الوزراء لعدد من الشخصيات وكنت أنا منهم، لأنهم يعرضوا علينا الوضع الاقتصادي وغيره. أنا قلت له بكل وضوح وقتها، لما أنت شايف أنه قرار الدعم وقرار التعويم قرارات مهمة جدا، إيه الأزمة أنك تاخد قرارات زي دي؟ فكان رد الفعل الشارع. وكانت النتيجة أن بعد ما طلعت من الجلسة كتبت مقال وقتها شرحت فيه اللي حصل كله، حجم النقد اللي وجه ليا من وقتها من جماعات الإخوان والناس كانوا مشاركين منهم محمد البلتاجي في وقتها، لأنت إزاي بتقول الكلام ده والكلام ده ما حصلش، كان عجيب. أتذكر أن احنا في وزارة التربية والتعليم وقتها كان عندنا حد مدرس متحدث باسم الوزارة كان أقوى من الوزير، عشان هو من الإخوان المسلمين، كنت اي مصلحه انت عايزها لازم تروح للراجل ده، الوزير لما ضاق الامضه والراجل ده مش ماضي عليها بيبقى في مشكله. وبالتالي يعني احنا كنا حتى في مرحله خداع، مش بس خداع القوى المدنيه، هو خداع حقيقي للشعب حتى في الارقام. فكره مفهوم الشفافيه هو كان مفهوم متعلق بكل شيء بالنسبه لهم يحسن صوره الجماعه.